النسخه الثالثه من القمه اللي كتنظمها دوليا. المحور ديال هذا اللقاء وديال هذه النسخه دار حول الاسره المغربيه والاسس ديال الدوله الاجتماعيه. اليوم النقاش دار حول المشاريع ديال الحكومه، وكنلاحظوا بان كل التدخلات العموميه تدور حول الاسره المغربيه، ملفات ديال اصلاح ديال المنظومه الصحيه، الحمايه الاجتماعيه والمدرسه العموميه، وبالتالي هذا الشيء غادي يعطي واحد النقله نوعيه تنمويه لبلادنا ان شاء الله في العهد ديال جلاله الملك محمد السادس. اليوم كنتواجدوا بمدينه مراكش، كان عقدنا قمة المرأة، القمة الثالثة تحت شعار الأسرة وركائز الدولة الاجتماعية، وقمت اليوم بالمشاركة في الورشة تحت شعار المرأة والعمل السياسي، مشاركة المرأة في العمل السياسي، وبالتالي كانت فرصة باش للتقاسم التجارب، وكذلك كانوا هناك مناضلات اللي كنحاولوا نشجعوهم باش يكملوا في العمل السياسي، وكذلك كان هناك مجموعه من السيدات اللي عندهم مناصب مهمه في المجال السياسي، حتى هما قاموا بتقاسم التجارب ديالهم. وشكرا. المشاركه المراه المغربيه في الحياه السياسيه دابا مشاركه لا باس بها. لماذا لا باس بها؟ لان 30% سي سوفيزون، سي ساتيسفيزون مي با سوفيزون. دونك سيدنا لو روا سي ماجيستي سي محمد السيس اشاك فوا دون شاك ديسكو كتكون عنده التفاته ملكيه شريفه للمراه، وكيحث وكنطلب الحكومه ديالنا باش هاد لي ريكومونداسيون ديال سي ماجيستي يطبقوا وتكون المناصفه في هذه المشاركه، لان المراه البلاد بلا مشاركه المراه راه كتمشي على رجل واحد وصافي، لان هذه المراه سيتي مين اون نو، يفو با سون باسي، يفو با نخليو هذه المراه اللي كتجيبنا سواء في الاسره، في التربيه، في التعليم، في الصحه، كل شيء كتجيبنا نقاط مزيان بزاف، سيتي بلو فاليو، ونخليو عليها نتخلاو عليها وندوزو ونخدمو بلا بها، خصنا لابد نخدمو مع المراه المغربيه. Thank you.